والله انا نفسي انه نغير قانون منع السفر للاطفال. نفسي ان الطفل يطلع يقول انا مش عايز اعيش مع امي. على فكره ممكن ابني يقول انا مش عايز اعيش معاك، يقول له حر. يعني انا ابني لما جه ابوه رفع قضيه تخييره في المحكمه انه هتعيش مع امك ولا ابوك، وقتها قلت له ادم حبيبي والله العظيم يا ادم انت ليك مطلق الحريه، انت صعب. تختار تعيش فين. عارف ليه؟ لانه انا خلاص انا حياتي بعيشها زي ما انا عايزه، ودي حياتي انا مش حياتك انت. مشاكلي مع ابوك تخصني ما تخصكش انت، بقى لازم انت تقعد مع نفسك. وانا عارفه ان ابني عنده المخ الواعي الكافي انه يقدر ياخد قرار. ازاي قدرتي تقولي له كده؟ قلت له انت اي واحده فينا شوف، هتقول له لا اوعى تسيبني انا لا، ما اقدرش. قلت له انت قرر انت عايز ايه، لانه ما ينفعش كمان 5 سنين تيجي تقولي انت ضغطتي عليا. انا مش هتحط في الموقف ده، لان انا وانا صغيره في سنك ده كنت شخص حر، حريه تامه، لان ابوكي وامك ادوك وابويا كان الحريه دي. مديني الحريه التامه الكامله في كل حاجه. عمره ما قال لي لا، كان بيقول لي ليه، اقول له بابي انا عايزه مثلا اسافر، كنا في اسكندريه وفي ثانويه عامه، عايزه اروح اعمل تويفل في القاهره عشان نفسي اخش جامعه ما اعرفش ايه، يقول لي روحي. ليه يا هنا؟ اقول له عشان انا عايزه يبقى عندي لغه محترمه واخد كورس انجليش واحنا مدرسه فرنساوي، يقول لي روحي. خلاص كان بيتناقش معايا عمره وقال لي لا. فانا ضد فكره لا، لا بأمارة ايه؟ يعني ايه لا؟ يعني ايه انا مين انا عشان اقول لا لاي حد؟ اذا كان طفل، اذا كان كهل، اذا كان بنت او ولد، كل واحد له حريه في المجتمع ده طالما لا يؤذي الاخرين. فانا قلت له انت ليك مطلق الحريه انك تختار، تمام؟ ومالكش دعوه انا هحس بايه؟ دي حاجه تخصني ما تخصكش، دي تخصك انت. قال لي يعني انت متخيله ان انا بعد 15 سنه من مجهودك وتعبك وسهرك عليا اسيبك دلوقتي، واخويا دلوقتي محتاجني انا، لان انا مفروض ان انا ابقى يعني نوعا ما انا مش راجل البيت طبعا، وانت انا ضد فكره ان هو راجل البيت، لان هو ابن زي اخوه. عمري ما بقول له انت مسؤول عن اخوك، عمري ما بقول له انت مالكش دعوه بيه، انت مش مسؤول عنه، لانه انا ما بحبش تحميل الطفل حاجه طبعا. فوق اللي هو انت خلي بالك من اخوك لما اخرج. لا، هو يخلي باله من اخوه ليه؟ ما انا يا اما انا اقعد اخلي بالي من الاثنين، يا اما اجيب حد يخلي باله. لكن فكره خلي بالك من اخوك، خلي بالك من اخوك، يقوم يغدي الكلام اللي هو المتوارث ده انا ضده تماما. ما بحبش مش بربي ولادي كده يعني. فدايما بقول له انت غير مسؤول عن اخوك على الاطلاق، انت زيك زيه، حقوقك زيه. فقال لي ما ينفعش، ما ينفعش دلوقتي انا اسيبه وامشي، هو محتاج رول موديل. في الاخر ده قرارك انت حر، وانت لازم انت تشوف انت عايز ايه. وهو راح في المحكمه، واللي صدمته الكبرى ان ابوه ما جاش، وهو جميل. طالبه ان هو يروح يقعد معاه. فهو وقتها قال لي انت عارفه انا مصدوم ازاي انه ما جاش؟ يعني هو جابني وقعدني 5 ساعات من الساعه 9 للساعه من 8 ونص ل 12 ونص واحده مستني الرول يجي، وانا اروح ما الاقيهوش؟ يعني هو اصلا مش عايزني، طب هو بيبهدلني ليه؟